مساء الخير. احوالك يا سمر؟ لاباس الحمد لله. ماشي تقرا على روحك ان شاء الله؟ ان شاء الله. يا باهي، مش نطولوا معك برشا، ماله باش نخليوك تقرا على روحك، وخاصه تخلط على تحيه العلم اليوم الصباح ان شاء الله. باهي سمر، اليوم طلبتنا باش تعمل ديديكاس لشكون ان شاء الله؟ ماما ان شاء الله. الوالده مدام مهريه. وشنو هي المناسبه؟ عيد ميلادها اليوم. عيد ميلادها اليوم ان شاء الله، باش تولي 43 سنه. الله. ربي يفضلها وربي يطول في عمرها ان شاء الله. عايشه. باه مدام مهريه، باش نقولوا لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير وعيد ميلاد سعيد، وشنو نقولوا لها اخر؟ نقول لها ربي يخليك ليا ولاخواتي، نحبك برشا. واكل الكلام هذاك الكل نتاع الحب والمحبه اليوم الصباح باش نفرحوها ونفاجئوها. هي تسمع في الراديو في الدار ولا تخدم ولا شنو تعمل مدام مهريه؟ لا تخدم تخدم. تخدم، ربي يعينها ان شاء الله ويوفق. اي قولي شنو كلمه السر يا سمر؟ كتكوت. كتكوت. يا جماعه كلمولي مدام مهريه، قالوا لي اللي هي قاعده تخدم على روحها، تخدم في وين تخدم الوالده؟ في سوسيتي في المساعدين. تخدم في سوسيتي في المساعدين. مدام مهريه عندها 3 وليدات. سمر هي الكبيره عمرها 20 سنه، وعندها زوز اخواتها حيدر وزينب. حيدر عمره عامي، وزينب عمرها 4 سنين، وسمر عمرها 20 سنه، ما ساعات تغير منهم الزوز خاطرهم مازالوا صغيرات. هاي خليكم معايا يا سمر. الو 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 الو، صباح النور يا مدام. صباح. شنو احوالك مدام مهريه؟ لاباس الحمد لله. الصحه بخير يا لله؟ نعم الصحه بخير الحمد لله. الحمد لله. شنو احوال زينب وشنو احوال حيدر وشنو احوال سمر؟ الحمد لله. الحمد لله. انت في بالي بيك في الخدمه توا مدام ولا؟ في الخدمه توا. تصب المطار في المساعدين يا مدام؟ نعم. تصب المطار في المساعدين؟ نخدم في المساعدين. اي المطار تصب غادي ولا؟ المطار تصب. اي باهي. شبيك متفاجئه ولا مفجوعه ولا درك كيفاش مدام؟ لا مش مفجوعه، ما نعرفش يعني خاطر ما عقلتنيش يا مدام. مش منتظره في التليفون كيفاش. ما عقلتنيش يا مدام. لا. هكا توا مدام، هكا تنغشش توا الصباح ولا شنو نعمل؟ يا مدام. اها معاك على الشابي. مدام مهريه. مرحبا بك. اسي علي، تسمع في مدام مهريه؟ اها مدام مهريه، قول لي تفتح السيطار ولا لا؟ قدك تفتح. افتح السيطار. افتح السيطار، صحيح. يا لله. شوف. معاك وائل العامري من إذاعة كنوز اف ام، وانت يا مدام معانا على المباشر، مانيش وحدي، معايا ايكيب يحبوا يسبحوا عليك اليوم الصباح. صباح الخير مدام. صباح الفل يا للا. مدام مهريه، اليوم 5 ديسمبر. اليوم 5 ديسمبر. ايوا، شنو صار في نهار كيما اليوم يا مدام؟ اليوم عيد ميلادي اليوم. يزي عاد يا مدام. لا. اليوم الفجر تولدت. اليوم الفجر تولدت يا للا، ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير. شكرا مدام. فما بنية اسمها سمومة، هكا اسمها سمومة. بنتي هي. بنتك تعيط لها سمومة. سمرتي هي. ايوه يا مدام، بنتك سمر حبت تفاجئك معانا اليوم الصباح، وحبت تهدي لك غناية. الكلمات متاع الغناية الكل موجهين لك انت يا مدام، ركز معايا واسمع بنتك شنو حبت تقول لك. يلا. فدلك تحب الناس الكل، صنافة وضحاكة والكل مشكل عندها الحل الحل. ناديني سموما حد نفرح بها اليوم، باسمي وباسم اخواتي واللي يحبوها في الحومة في الحومة. عيد ميلاد سعيد يا مامتي لحنينا، نحبك برشا ونحب ماكلتك لبنينا. سمو ما تهنيك اليوم في اسمو مزيان ديديكاس شنطينيك. عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد.
عبارة أصحابي معها وديما ملمومين ملمومين بفهم شغلة من حضن أمي الطيب لحنين هي شايلة همي أنا وإخواتي الاثنين الاثنين عيد ميلاد سعيد يا مامتي لحنينة حبك برشا ونحب ما كلتك لبنينة سمو ما تهني كل يوم في اسمو مزيان ديديكاس شونتيلي شمعت زادت اثناء اشرب قولو بشفاء ساري معك علاش لا والليلة جوك احلى خندلوك بشوية غناء قول لاصحاب الكل هنا هابي بيرثداي طفي الضو الليلة احلى عبي كرش جاتوات يوما شبع جاتوات البرا وفي الانترنت بواتا مبلع مزاج خمسة كتب الابلات يهنيو فيك ولاد وبنات هابي عيد ميلاد كل عام وانتي حيا بالف خير يا مدام عايشك بارك الله فيك ان شاء الله ربي يطول في عمرك يا ليلى وربي يفضل لك صغيراتك الكل ان شاء الله عايشك يا مدام انا شكون يستنى فينا على التليفون ومش يدخل يقر على روحه دونك قول الو يلا الو 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 بخير دايما انت عايشك عايش بنتي عايشك كمان فينا ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم يا مدام ان شاء الله تفرح بها السنة وتنجح لك بامتياز ان شاء الله يا ربي مرة اخرى كل عام وانتي حية بالف خير مدام مهرية ربي يفضلك صغيراتك الكل شكرا